في إعلان المسلسل ما كان عاجبك نهائياً وعاتبتي المسؤولين عنه، إعلان واحد زائد واحد. هو أحياناً أنت مثلاً ما يعطوك حقيتك بالبرومو مثلاً، يعني يجي البرومو مو بمحله. يمكن شفناك بلقطتين يعني. أي فتستغرب أنه أنت أولاً البرومو من نطى بشكل صحيح وما أنطى أحقية لكل الفنانين، وبعدين البرومو يكون متنوع. صح. يعني هي مو أنانية بالعمل باوع، يعني أنا طلعت بهذا البرومو أنطي الفرصة للآخرين أيضا يطلعون، لأن هي من أنت من تطلع كذا فنان أيضا يبين شوف العدد اللي عنصر تسويقي للعمل، عنصر تسويقي، وهذا يأكد عليه ترى كل هذه المحطات. برأيك ممكن يكون يعني أثر أحد النجوم على هذا الشيء إنه أنا أبدأ أكون أنا أقول بالتأكيد أكو تأثير طبعا من نجم العمل. لا 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 مو من نجم العمل، لا بس أكو تأثيرات ممكن. طيب دائما نشوفك انه تبتعدين وترجعين، يعني انت بعد النسر وعيون المدينه اشتهرتي كلش، واول عمل يمكن او لا اكثر لا. عمل اشتهرتي به هو اي اكثر عمل لي انا مرحله شباب، يعني لا انا عندي اعمال من جن الطفله قبل انت وطفله بس هذا العمل يعني خلاص كلاش انه انت نجمه صف اول. بعد النجاح وبعد الكل قام يحكي ويتنبأ لك انه انت النجمه القادمه، ابتعدتي ومو سنه وسنتين، 16 سنه ابتعدت فعلا. اعتزال 16 سنه هو انا اعتزالي كان ما منه رجعه. يعني ليش اعتزلتي؟ شوف انا اولا طموحي كان علمي ومثل ما عندك معلومه انه انا دخلت كليه علوم قسم كيمياء يعني فبعيد عن الوسط الاكاديمي وهذه، وبعدين حسيت انه ما راح يضيف لي شيء، انا اصلا من كنت طفله بهذا الوسط وكل حيثيات الامور عرفها. بعد الاعتزال لو قبل الاعتزال يعني درست يعني اعتزلت ودخلت كلية أي كملت، فحسيت إنه راح أخذ الجانب العلمي وخلاص أتخصص، لأن أنا أصلاً الشهرة ما أحبها نهائياً، يعني دائماً أسعى إنه أبتعد عنها رغم إنه يعني عملي هو طبيعة الشهرة، بس معني ما تعرف شلون توازن الكفتين ما ترهم ولهذا ابتعدت. زين تعدت وتخرجت تذكرين شو وقت جت اللحظه مال الاعتزال انا راح اعتزل بيوم وليله لو كان لا هو قبل النسر قبلك انت قبل النسر يعني النسر وقعت العقد زين وكنت مسافره رجعت فقلت لهم اريد الغي العقد، قالوا لي اكو شرط جزائي بالغاء العقد. تذكرين شو وقت كان وقته؟ يعني ما يذكرني ما ادري بدا اتذكر بالضبط. فالشرط الجزائي هو اللي وقفني فاضطريت انه اشتغل العمل، وانا كان الاعتزال قبل النسر. هاي السر يمكن. هذا اليوم ايش نحكي هو السر لانه ماكو طيب 16 سنه هاي ايش سويتي بيها؟ والله كان هو تخرجي، بعدين اني اصلا ما قدرت ابتعد عن الوسط فتعينت بطبع وتحميض افلام تابع للسينما والمسرح، يعني اني هم ما كنت بعيده بس قررت انه اكون بعيده عن المركز السينما والمسرح لان كانت تجيني نصوص بشكل مستمر واني ضعيفه تجاه الاعمال. يعني من اقرا نص ويعجبني لا كارثه الدور يعني كلش ما اقدر اقاومه، فقلت حتى اضغط على نفسي ابتعدت فاشتغلت بالمختبرات فتره بقيت بالمختبرات وهذه، وبعدين يعني صحيا كان مو زين علي مواد كيميائيه وما اعرف شنو فتركت يعني وارتبطت وصار عندي اولاد وانشغلت بحياتي الزوجيه. شلون صار يعني موضوع الزواج انه يعني من الوسط او لا لا من زوجي محيطك؟ من زوجي يعني قرابه من بعيد ومن زواج خارج تقليدي من خارج الوسط تماما يعني اي ومشت الحياة عندي يعني بس هي المشكلة إنه الفنان هاي الطاقة اللي في داخله صعب يبتعد عنها ما يقدر وإذا بقت في داخله تأبي. خلال هاي 16 سنة عرضت عليك أدوار كلش هواية، فكرتي ولو للحظة إنه أرجع؟ لا ما كان عندي تفكير إنه أرجع نهائي. شيء يعني باب وسادة